هذه قطعة أرض صالحة للبناء بالوراق 265 مترا، تطل على شوارع رئيسية وشوارع فرعية متعددة. هذا هو سوق العمارنة، يطل على الجامع والكثير من الفروع الأخرى. شوارع متعددة تطل على الفرع الرئيسي لشارع ثلاث السواحل بالوراق، وتطل على المدرسة الإعدادية والكثير من الأشياء. هذه الأرض بها الكهرباء والماء والغاز وكل شيء مصرح بها، صالحة للبناء لكافة الأغراض التجارية والحياتية وكل شيء.